ليك دعاء، أنا ما قدرت تكون زوج منيح ومخلص معك، لهيك يا ريت تتركيني. قوم بواجبي معك كأخ أو كابن كبير. صح غلطت كتير بحقك بالماضي دعاء، بس ما حدا من عيلتي بيستاهل يدفع ثمن أغلاطي. إذا بعمل غلطة تانية معك يمكن رب العالمين ما عاد يغفر لي، لهيك انتهينا، طلعي من حياتي. هاد طلبي الأخير ويا ريت تنفذي. حيدر صدقني كل شي عملته بس لحتى أنقذه. روهان كان بده يقتل. حاش تخترعي قصص مو حقيقية دعاء. زودتيها اليوم لما ما ضل شي تدافعي فيه عن حالك، صرتي بدك تضحكي علينا بهالقصص. ليش لحتى روهان يفكر بقتل أخوه الكبير؟ كمان انتي مو قلتي انك اخدتي منه المسدس اللي ما معه رخصة فيه؟ وين صار هالمسدس؟ ما شفناه لهلأ. روقي غزل، هاي وحدة كذابة وعم تخبص، ورح تعيد نفس السيرة. اضطرت تخلي الشرطة تاخد روهان لحتى ما يقتله لحيدر. طبعاً لأنه عم تكذب علينا. لا ماني عم كذب، حيدر صدقني هالحكي حقيقي. روهان عن جد كان ناوي إنه يجي ويقتلك. خلصنا بقى دعاء، شو صاير لك؟ روهان أخي الوحيد والصغير اللي طول عمري بفتخر فيه بده يجي يقتلني بالآخر؟ حيدر ليكي، أنا ناوي سكر على هذا الموضوع نهائياً. القانون بالبلد هون ما بيسمح بالطلاق والانفصال. الطلاق 3 مرات ما نو مقبول ببلدنا، بس نفس القانون بيسمح لي اهجرك وبعد عنك لما بتكون الأسباب شرعية وإنسانية. أنا أخذت قرار الطلاق وخلاص، يمكن هيك أحسن إلنا. ما بدي إياكي بحياتي. مو هي كانت رغبتك؟ مو أنا كسرتك وحرقت قلبك؟ خلص رح ريحي. المستقبل ما بيهمني، بدي نبعد عن بعض ووقتها رح ترتاحي. عن جد ماني عم صدق اللي سمعته منك يا حيدر، كأنه أحلامي كلها عم تتحقق شوي شوي. ما عم بقدر صدق أخيراً دعاء وحيدر رح يتطلق وارتاح. لا لا، هذا الحكي ما نطلع من قلبك أبداً حيدر. أنا بعرفك مستحيل تبعد عني بهي البساطة.